بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بيكم على قناتكم قناة أشرف القاضي. بإذن الله النهاردة يا جماعة نتكلم عن شاشة من أحدث شاشات شركة ال جي على مستوى مصر والوطن العربي، أحدث إنتاج بالنسبة لمعالجات ال A5 حاليا الجيل السابع موجود عندنا في الشاشة الجديدة، شاشة إنتاج 2024، شاشة ال جي يو تي 8000. ده الاسم التجاري ليها والاسم المختصر يو تي 8000، او الاسم الكامل ليها تي في 55 يو تي 8000 6 ال اي. الشاشة اليو تي 8000 يا جماعة هي من احدث شاشات انتاج ال جي حاليا. الشاشة دي بمعالج معروف جدا، معالج المميز جدا، معالج الالفا اي 5 الجيل السابع، ويعتبر ده اعلى جيل من معالجات الاي 5 حاليا في السوق العربي والسوق المصري بالنسبة للشاشات. طبعا الشاشة بتعتمد على صورة الترا اتش دي بدقة 4K حقيقية جدا والوان وتفاصيل مذهلة، مع خاصية ال اتش دي ار 10 برو. وخاصية ال اتش دي ار 10 برو تعتبر هي عملية التحسين والتعزيز ل ادخال تفاصيل التفاصيل على الصورة من حيث جودة الالوان ومن حيث دقة التباين ومن حيث كمان التعزيز والتحسين لجودة اداء وجمالية الصورة. طيب لو اتكلمنا على الشاشة بتاعتنا، طبعا الجودة هنا محسنة للصورة والصوت كمان بفضل معالج ال A5 AI 4K الجيل السابع، نظام ال سين كيو اي اي ويب او اس الخاص القادم مع الجهاز، وكمان الجهاز معاه ريموت ماجيك ريموت بيعتمد على امكانيات صوتية عالية جدا وامكانيات خاصة بالنسبة لعمليات البحث عبر الشاشة، من حيث البحث عبر الانترنت والبحث عن الاعدادات وخواص الشاشة، كل ده تقدر تتعامل معاه عن طريق ريموت او ماجيك ريموت. ريموت سحري حقيقي مميز جدا، سهل الاستخدام، وفي كمان خاصية الاعتماد على الصوت والاوامر الصوتية. الشاشة عندنا النهاردة بتدينا تجربة سينمائية حقيقية مدعومة بدقة 4K مع خاصية ال HDR 10، وخاصية كمان يا جماعة الفيلم ميكر والهاي ال جي او ال HLG مود، وخاصية ال Advanced Dynamic تون الموجودة في الشاشة. كمان الشاشة بتعتمد على تجربة العاب غير محدودة مع مميزات ال HDI او ال HDMI 2.0، ومحسن العاب قوي جدا موجود في شاشتنا النهاردة، شاشة يو تي 8000 من ال جي. شاشة بتعتمد على امكانيات عالية جدا، وكمان الدعم الخاص من ال جي بالنسبة لواجهة الويب او اس 2024. الشاشة دي عليها احدث متجر للويب او اس الخاص بشركة ال جي، متجر عالمي، متجر مليء بالتطبيقات ومحدث لاحدث يعني لاحدث او اقرب تحديث بتاريخ اليوم. كل ده موجود على شاشتنا اليو تي 8000 عام 2024. زي ما قلنا الشاشة من الترا اتش دي 4K حقيقي، بتدينا الوان وتفاصيل مذهلة مع خواص ال اتش دي ار 10 برو، مع جودة محسنة للصورة والصوت بفضل معالج ال A5 AI 4K الجيل السابع، مع نظام التشغيل المميز جدا والمدعوم لمدة 5 سنوات على الشاشة، من الترقيات والتحديثات المضمونة ل5 سنوات ومنصة الويب او اس. كمان الشاشة بتدينا تجربة سينمائية حقيقية مدعومة بدقة الفور كي، مع تجارب عالية جدا ومحسنات لآلية تشغيل الالعاب، تقدر انك تشغل عليه بلاي ستيشن 5 الاكس بوكس 2024 مع جميع منصات او ديفايس الالعاب على مستوى العالم، تقدر تشغلها على الشاشة بتاعتنا النهاردة، شاشة اللي بتعتمد في الاساس على خواص ال HDR 10 برو اللي بيدينا عالم متميز بامكانيات ضبط كل الالوان، وكمان عندنا ضبط السطوع بدقة للحصول على مناظر خلابة ورائعة، كل ده بفضل تقنية ال HDR 10 برو. كمان ما ننساش ان تقنية خاصة بال جي طورتها شركة ال جي الكترونيكس الخاصة بتطوير خاصية ال HDR 10 برو، بتستند الى جودة الصورة
القياسية للمعيار العالمي اللي بيدينا درجة لونية بنسبة 100%. كل ده مع معالج بنشوفه من أعلى معالجات العالم حاليا، معالج مرن جدا، معالج محدث باستمرار، معالج أو بروسيسور الـ A5 أو الـ A5 الجيل السابع، A5 AI بروسيسور جين 7. كمان بالنسبة للصوت، الشاشة بتعتمد على ضبط الصوت بالذكاء الاصطناعي. الصوت الأمثل المناسب للغرفة أو للمكان اللي فيه الشاشة بيتم اكتشافه عن طريق نظام الصوت المصمم أو المصمم خصيصا لغرفتك والمكان اللي أنت تقدر تجلس فيه تشاهد الصورة بصورة عالية الأداء مع نظام القبة الصوتية. القبة الصوتية دي حاجة اخترعتها ال جي حاليا، بيتم ضبطها بشكل مثالي مع العناصر الصوتية الفريدة في مكان وجود الشاشة أو في مكان الغرفة الموجود بيها الشاشة. الذكاء اللي كمان يقدر يديك سطوع في اي ضوء، وتقدر انك تكتشف التحكم في السطوع ده في الضوء في الغرفة لديك، ويقدر انه يوازن سطوع الصورة وفقا للحصول على عناصر مرئية واضحة ونقية. شاشة بتتكيف مع الضوء، كلما كان الضوء خافت كلما كان اداء الشاشة خافت للحفاظ على مخلة العين، عدم ايذاء عين الاطفال. كل ده مع شاشة تعتمد على الضوء الاصطناعي او الضوء الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي، ضوء عالي، ضوء نهاري، ضوء خافت، ضوء ليلي، كل ده تقدر الشاشة انها تتعامل وتتجاوب معاهم وتتكيف مع جميع الاضواء الخاصة بالغرفة عشان تقدر تديك صورة مميزة جدا، صورة ممتازة، وايضا حفاظ تام على عيون الاطفال بالخصوص. طبعا عندنا خواص الـ AI Sound Pro خاصية عالية جدا، تعتبر هي امتداد لخواص الدولب أتموس والصوت المحيطي. ده موجود عندنا في الـ AI Sound Pro الخاص بالشاشة اللي بيديك صوت واقعي تماما، بيقدر ان هو يغمر المكان او يقدر ان هو عن طريقه تستمتع او تستمع الى نبضات نظام الصوت المحيطي الافتراضي اللي يقدر ان هو يملأ المساحة الموجودة. كمان الصوت يقدر ان يتتبع حركة الاجسام في الغرفة عشان تحس ان الصوت موجه للاذن الداخلية ليك انت فقط، صوت بيتتبع الاجسام وفي نفس الوقت صوت واقعي تماما بيغمر المكان او الغرفة. عندنا ويب او اس 2024، منصة المشاهدة اللي تقدر انها تجعل تجربتك التلفزيونية خاصة بذوقك، تقدر انك تستمتع بتجربة مشاهدة التلفزيون المصممة خصيصا لك اللي عن طريقها تقدر توصل لكل منصات المشاهدة العالمية، اليوتيوب، الدالميشن، نتفليكس، الابل فيديوز، الامازون تي في، جميع منصات المشاهدة تقدر انك توصل لها بضغطة زر واحدة عن طريق الماجيك ريموت الخاص مع الشاشة، واللي تقدر ايضا تبحث عن طريق جميع انواع المنصات عن طريق البحث الذاتي الصوتي او الاوامر الصوتية اللي بيدعمها ريموت الشاشة عندنا. كل ده موجود يا جماعة في شاشة مدعومة لمدة 5 سنين، منصة الويب او اس مدعومة لمدة 5 سنوات بجميع انواع التحديثات المجانية على الشاشة، مع كمان امكانيات عالية الاداء لخواص ال اتش دي ار 10 برو. كل ده موجود في شاشتنا النهاردة، شاشة ال جي يو تي 8000، تعتمد على 3 مداخل اتش دي ام اي من نوع 2.0 و2 مدخل يو اس بي مع فتحة ايثرنت لتشغيل الكيبل، مع واي فاي مدمج داخلي من اعلى امكانيات الواي فاي حاليا ال 5.4، وكمان عندنا امكانيات الاي اي ساوند الموجودة في الشاشة، عندنا دعم خاص لصوتيات الخارج بتاع الشاشة، مع كمان شاشة بتدعم البث الارضي الرقمي وبتدعم الريسيفر الداخلي المدمج في الشاشة. كل ده في شاشة مبهرة جدا حاليا موجودة في السوق المصري اسمها شاشة ال جي يو تي 8000، متاح منها حاليا شاشة 50، 55، 65، 75، 85، كل دي مقاسات متاحة ومتوفرة في السوق العربي والسوق المصري حاليا. شكرا جزيلا لحضراتكم، دمتم بصحة وبعافية. أي استفسار سيبولي في التعليقات، بتابع معاكم، دمتم بأمان الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.